كل سنة وانتم طيبين. النهاردة حد خبز الحياة أو حد الشبع زي ما بنقول. والمسيح هنا بيقول في إنجيل باكر: اعملوا لي للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، لأن هذا الله الآب قد ختمه. وهي الحتة هنا دي يعني جميلة قوي إنه نفهمها إحنا يعني برضو ببساطة، لأنه لو تفتكروا كده في مصر لما الواحد يروح يطلع ورقة عشان الورقة دي تبقى ورقة يعني ليها قيمة، كان أهم حاجة يتأكد من إيه؟ الختم اللي عليها. مختومة تبقى إيه؟ تمام. طب مش مختومة ولا الختم بايظ يقول لك إيه؟ دي مضروبة كده، أوكي؟ ففي فعلا كده، في خبز مختوم يشبع وفي خبز مضروب يعني شكله كده لكن ما يشبعش الإنسان. الحكاية تبتدي إزاي؟ الحكاية تبتدي إن ربنا خلق الإنسان على صورته ويقول كده: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. كل إنسان هو صورة الله، الإنسان اتخلق على صورة الله، اتخلق على صورة الله في البر وقداسة الحق، في العقل، في الطهارة، في الحرية. كل إنسان مخلوق على صورة الله، سواء هو مدرك دوت أو مش مدرك، سواء هو معترف بدوت أو حتى منكره تماما ولا حتى يعترف بوجود الله، لكن ده مش هيغير إن صورة الله مهما حصل. عشان كده ربنا يقول: يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، لأنه كلهم صورته، كلهم صورته. طيب التفرق بقى من إنسان للتانية إيه؟ الشبه. الشبه ده بقى ده فعل إرادي، الشبه ده فعل يدخل فيه إرادة الإنسان، إن أنا أبقى شبهه، أبقى شبهه، أبقى شبهه دي يعني أبقى زيه، يعني ينبغي أنه كما سلك ذاك كذلك نسلك نحن أيضا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. حتة أن أنت تبقى زيه، تبقى زيه. كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. هي كده يعني الحتة دي فيها الإرادة بقى، وهي دي اللي فيها الشبع. ربنا لما خلق الإنسان على صورته ومثاله، الإنسان يعني في علاقته مع الله لأن ربنا مديله كتير من البركة، كتير من النعمة، وكتير من التميز. تبصوا كده للإنسان تلاقوه كائن متميز في قصة الخليقة. أي واحد يقرأ قصة الخليقة كده مرة واحدة بس، مش محتاج يقرأها أكتر من مرة، يوم يعرف قد إيه الإنسان مخلوق متميز في عينين الله. إزاي ربنا جهز له كل حاجة، إزاي ربنا حتى كان بيشوره، يعني يقول لك كده يعني إن ربنا أحضر يعني كل الحيوانات اللي كانت موجودة في جنة عدن. اللي حصل؟ ربنا جابهم لآدم عشان خاطر إيه؟ يسميهم. يعني متخيلين العلاقة كده ما بين آدم والله عاملة إزاي؟ حاجة كده فيها تميز، بيميزه، مديله كده يعني نعم كبيرة، بيشوره، بياخد رأيه. دي حتة حلوة قوي تنفعنا في بيوتنا قوي، علشان خاطر ما بيننا وما بين ولادنا أو حتى ما بيننا وما بين بعضنا، حسسه إن هو متميز، مخلوق متميز، جهز له كل حاجة. الإنسان لما سقط فقد الحتة دي، فقد الحتة دي اللي كان بيحس فيها بفرحه وبسلامه وبتميزه في علاقته بالله، اتصاله بالله، فجري يدور على هذا التميز في أي حاجة، حاول يلاقيه في أي حاجة. فواحد قال: خلاص أنا أبقى متميز عن أخويا إن أنا أعمل إيه؟ إن إحنا لما نختلف أعتدي عليه، أضربه أو حتى أموته، كده أبقى أنا متميز عنه، أنا أقوى، أبقى أنا أحسن. وابتدى يظهر في البشرية العنف اللي ما زالت البشرية بتعاني منه لغاية النهاردة، من ساعة قايين مات الأخوه هابيل علشان خاطر يرجع له إحساسه بالتميز اللي هو مع الأسف يعني فقده لغاية النهاردة، حتى على مستوى الدول بس، مش بس الأفراد يعني، لغاية النهاردة إحنا الأفضل يبقى إحنا اللي نغلب. ابتدى الإنسان يدور على دوت في العنف، لكن حس إن الموضوع يعني مش جايب حاجة. العنف بيجيب عنف أكتر، أو يقول لك أنا النهاردة ممكن أضربك، بكرة
انت ممكن تضربني يعني انا بكره، ما انا لو انت النهارده قررت انك تضرب ابنك وتعامله بالقسوه، طب ابنك ده يكبر بعد كده ويعاملك بنفس القسوه، فالقصه ما تبقاش كده، حاسس ان هي يعني ما برضو الانسان برضو يعني ايه يعني في صوره الله يعني برضو بيفكر كده وبيحسبها برضو يعني، فيبتدي يقول لك لا ده ما جابش نتيجه، فقال لك نشوفها في حاجه ثانيه في الفلسفه، وفلاسفه تطلع وفلاسفه تنزل، وده افلاطون وده سقراط وده ارسطو وده مش عارف مين، وكل واحد عمال يطلع، وده مدرسه وده يعمل مدرسه ثانيه وده يعمل مدرسه ثالثه، وشويه الفلسفه ديت تقرب الناس من ربنا، وشويه الفلسفه ديت تبعد الناس بعيد عن ربنا، وعمالين طالعين ونازلين. طبعا الفلسفه بمعناها الاصيل بمعنى حب الحكمه، والفلسفه دي بمجيء اقنوم الحكمه خلاص انتهى دورها تماما، خلاص بمجيء المسيح اقنوم الحكمه خلاص يعني الـ 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 وصلنا للبيك بوينت زي ما بيقولوا عليها، او الهوشتا بونك او اعلى نقطه في الفلسفه، ان الله اقنوم الكلمه اقنوم الحكمه صار جسدا. المهم دوروا في الفلسفه وفي الاخر برضو ما وصلوش لحاجه، فقال لك بس يبقى ندور فين؟ في الفلوس. معاك قرش تساوي قرش، تخيلوا ان الشخص اللي بيقول الكلمه دي هو نفسه بيعترف بنفسه ان هو صفر، لان انا لما اقول ان انا لو معايا قرش اساوي قرش يبقى انا صفر، يبقى انا قيمتي الحقيقيه في ذاتي تساوي صفر، لان قيمتي تساوي بس القرش اللي معايا، لكن انا كده مفيش. تخيلوا الانسان بيكرر هو بنفسه ان هو ما يساويش حاجه، وده يورينا قد ايه الخداع اللي في القصه دي كلها، وان هي فان كده زي ما بيقولوا فدور الانسان على الشبع دوت في الفلوس، دور عليه في الغرايز والشهوات، وفضل ماشي لغايه النهارده الانسان ماشي في هذا القفر يدور عليه. عشان كده المسيح لما عمل معجزه اشباع الجموع عملها فين؟ في موضع قفر. موضع قفر، ايه موضع القفر ده؟ الصراحه موضع القفر دوت ما هو الا العالم اللي احنا عايشين فيه اللي بيحاول يوهم الانسان ان هو يقدر يديله حاجه او يشبعه بحاجه، هو عدو الخير اللي يجعل من هذا العالم قفر كده علشان خاطر يتعب البشريه ويتعب اولاد الله بشكل خاص، لكن اولاد الله شبعهم في حته تانيه خالص. شبعهم مصدره لا ينضب ابدا، شبعهم تمسكهم بالمسيح. عشان كده احنا يا اخوه ما عندناش اي امكانيه لان احنا نعيش حياتنا في هذا العالم من غير المسيح. لو عشنا كده شكلنا كده كاننا للمسيح هنكون عبيد لحاجات كتيره جدا جدا جدا، يعني اي الهه تانيه هي الهه مزيفه تستعبد الانسان، فما عندناش غير طريق واحد المسيح، نمسك في المسيح بجد في وصيه المسيح ونعيشها بجد، ولو كانت العالم كله يعني بيقول لنا ايه اللي انت بتعمله دوت، انا اعيش بوصيه المسيح، يعني اثبت في المسيح، يكون شبعي هو المسيح، يكون المسيح ليا خبز حياه. لخص كل دوت النهارده في كلمه المسيح، انا هو خبز الحياه، انا اقيمه في اليوم الاخير. لما انا هكون خبز الحياه هيكون الانسان عايش في هذه القيامه، قيامه تبتدي ولا تنتهي ابدا. ربنا يدينا ان يكون المسيح هو شبعنا، له كل مجد وكرامه في كنيسته الان وكل اوان قد حضر الدهور كلها. آمين.